مثل ما أقول في كل مرة، المرأة شريك الرجل وهي نصف المجتمع. كنا ولا زلنا ننادي بالمساواة. النظرة الدونية للمرأة من قبل الرجل الشرقي لابد أن تتلاشى، لأنها ليست بأقل من المرأة. في المجتمعات الغربية أثبتت قدرتها وكفاءتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبوأت مراكز قيادية. المرأة الشرقية ليست بأقل من المرأة الغربية. لماذا نظلمها؟ من هذا المنبر أطالب بإنصاف المرأة الشرقية وإعطائها دور أكبر أسوة بالمرأة الغربية. أنا عن نفسي راح أراصر المرأة إلى أن تحصل على كافة حقوقها، وهذا جزء من واجبي وهذه مسؤوليتي. إذا كانت الأعراف والتقاليد هي السبب الأكبر في تحجيم دور المرأة، فلا بد من اتخاذ موقف حازم وصريح لدحر هذه الأعراف والتقاليد البالية، لأنها تخدم الرجل فقط. الرجل هو الذي وضعها. هذا الرجل المتغطرس المتعجرف الذي لا يعترف إلا بحقوقه ويتجاهل حقوق الآخرين، هذا ما يريده الرجل. لنقف جميعا ضد هذه الإرادة. المرأة هي الأخت، وهي الزوجة، وهي الابنة. والسلام عليكم ورحمة الله. أحلى أم في هالدنيا. حنونة حبيبي، بغيت أقولك على شيء. أمري أمي. يا ينك خطيب يا حلوة. أنا؟ منو؟ هذا يصير أخو فاطمة، حرمة سليمان يارنا. الولد وايد زين. يا أمي أنا ما بيتفرط معي واحد، وبالذات مع أخو فاطمة. ليش يا بنتي؟ الولد زين وما يتعيب، بس احنا ما ردينا عليهم، قلنا ناخذ رايك. يمي افكاره شرقيه. شرقيه؟ ها شو بعد؟ قناه جديده؟ ينظر للمراه نظره دونيه، يبي وحده بس تسمع كلامه وتطبق اوامره بس. يا حبيبتي كل الريايل شي، وهذا الشيء ما بعيب. اصابعك مو مثل بعض. بعضهم ينظرون للمرأة نظرة مختلفة، يحترمونها يقدرونها ويعطونها كل حقوقها. وبعدين من قالك اني ابي اتزوج؟ الزواج آخرة كل بنية. واخوك ابراهيم هذا رايه بعد. ابراهيم ايش دخله؟ هذا مستقبلي وانا اللي قرر. يا حنان ابراهيم اخوك وانتي مسؤولة منه. يمي أنا درست وكبرت وكونت نفسي، وبعدين أنا مسؤولة عن كل قراراتي. زين لمتى بتتمين تجيب لها زواج؟ إلين ما التقي بالشخص اللي اقتنع فيه. أما مقالات الكاتب زيد بصراحة جميلة جدا جدا. صدق لما قالوا عنه إنه نصير المرأة. إيش في الكاتب زيد بعد؟ ترى على فكرة أنا لا أطيقه ولا حتى أطيق كتاباته. اسمع اسمع وش قال. الرجل الشرقي ساذج جدا لأنه لا يعرف قيمة المرأة، ينظر لها كجسد فقط، أما الفكر فلا يعيره اهتمام. بيني وبينك ك
كلامه صحيح جدا. لا طبعا، لا كلام صحيح ولا شيء. وبعدين ما توصل فيه الدرجة انه يوصف الناس بالسذاجة، شو يعني؟ عباله انه ما في حد يفهم في الدنيا غير هو؟ وبعدين تعال، انت شو عجبك في كلام حقوق المرأة، اهتمام المرأة، واجبات المرأة، وحتى قيمة المرأة؟ يا حبيبي احنا وصلنا لمرحلة انه خلاص المرأة حصلت فيها على كل حقوقها. بعدين مالك دعوة بأي كلام وأي كلام من كتابات الكاتب زيد هذا، خليه يكتب اللي يريده. بس حتى لو كان الرجل ما زال يحاصر المرأة وحد من حريتها، أنت مثلا يرضيك أن زوجتك أو أختك تروح السينما أو؟ لو سمحت إبراهيم لا تطري أختي أو زوجتي على لسانك مرة ثانية، هذا أنا حذرتك، ولا الموضوع بيصير في زعل. أنا آسف ما كان قصدي شيء، أنت فهمني غلط. خلاص يا إبراهيم خلاص، غير الموضوع، اتكلم في موضوع ثاني، وإذا ما عندك موضوع ثاني كمل شغلك أحسن. لو سمحت وين يصير مكتب الأستاذ زيد؟ من هنا. شكراً. وين الوالد بعد؟ هذه ما ترد، تكون طلعت بعد اليوم، الكل صاير يطلع، حنان من صوب، الوالده من صوب. الو هلا امي، خير؟ وينك؟ عبالي طالعه برا البيت. لا ما في شيء، متصل اطمن عادي يعني، ولا هذه بعد فيها شيء؟ ما فيني شيء. المهم حنان رجعت البيت؟ ليش وينها؟ سالفتها مع الاجتماعات هذه يا أمي، يعني ما لاحظت إن هالأيام اجتماعات كثروا؟ أعرف يا أمي، أعرف طبيعة شغلها وإنها لازم تجتمع مع الكتباء، بس ما معقولة لهالدرجة. زي كلميها شوفيها وين من الصبح وهي طالعة، يعني طالعة من البيت من وقت، لا فطرت معانا، طلعت، ما نعرف هي وين الحين. ما فيني شيء يا أمي، لا معصب ولا شيء. يا أمي ما فيني شيء، ما فيني شيء، ما معصب، بس متصل أطمن عليك وأطمن على حنان، ما فيها شيء هذه. واحد معانا بالمكتب طايح لمدح في الكاتب زيد، الكاتب زيد سوى كذا، والكاتب زيد يشيد بالمرأة، يعني كأن الكتباء ماتوا، هو الوحيد الحي الموجود في الدنيا. وانا ما علي منه يا امي، انا ما علي، انا اهم شيء ما اريد اسمع طاري الكاتب زيد، لا في البيت لا في المكتب ولا حتى في الشارع، ما اريد اسمع الكاتب هذا. برجع بعد شوي، عندي شغل وبخلص. كلمي حنان وشوفيها هي وين. يطلع كلامه صحيح بعد، يجلس يقول لي ترضى على زوجتك تروح السينما وتروح البيت وما اعرف ايش بدون اذنك. يا زوجتي في المستقبل يا أمي، يا أمي ما متزوج من وراكي. اسمعي بعد يا أمي، أنا أعطيك مثال، زميلي هذا جالس يقول لي ترضى على زوجتك تطلع مكان وتروح فلان. يا أمي هدي شوي، هدي هدي، أنا لا متزوج ولا شيء، وإذا بتزوج أكيد بقول لك أنت. أيوة زوجتي في المستقبل يعني. خلاص إن شاء الله، اتصلي في حنان شوفيها وين وارجعي طمنيني، وانا كلها تقريبا ساعة وبرجع البيت. يلا مع السلامة. الحريم هذول ما اعرف ايش فيهم، الواحد لا يقدر يكلمهم، لا الواحد حتى يقدر يمازحهم بشيء. كتاباتك راقية أنت يا أستاذة جامعية ومفكرة، بالعكس إحنا نتشرف. كنت تكتبي دائما في جرائد زميلة عن المرأة وشؤون المرأة، ليش توقفتي فجأة؟ ما أخفيك يا أستاذ زيد، أنا كنت مشغولة بتحضير الماجستير في أمريكا، علشان كذي توقفت.
على فكرة أنا حضرت لك ندوة عن حقوق المرأة وكلمتك كانت جدا جميلة، وعلى هالأساس قررت أني أتعامل معاك بشكل مباشر دون الجرائد الأخرى، لأن بصراحة توجهاتنا مشتركة. بالعكس، هذا تشريف لي شخصيا وللجريدة أيضا، وإن شاء الله راح أستمر على نفس الخط. بمعنى؟ بخصص عمودي للمرأة وشؤونها فقط. شيء طيب جميل. على فكرة أنا ملاحظ هاليومين كثير من الكتاب أصبحوا يهتمون بالمرأة، لأن مجتمعاتنا جالسة يعني تمارس ضغوطات صعبة على المرأة. المرأة من حقها أنها تنطلق تكون حرة، يعني لأنه أنك تحد من حرية المرأة هذه جريمة إنسانية. وأنا أتفق معاك يا أستاذي. انت كيف تسمحين لنفسك تنشرين صورتك بهالجريدة؟ ما عملتي حساب نفسك ولا حساب العائلة هذه ها؟ وبعدين تعالي، ما فكرتي في الناس شو بتقول عنه؟ ما لها أهل ولا حتى ولي؟ والله عادي يقولون لي يقولونه، وبعدين أنا ما أسمح لك تكلمني بهالأسلوب. لا، وإن شاء الله بأي أسلوب تريديني أكلمك. شوف عاد، هذه مو أول مرة أنشر فيها مقالاتي. بس هذه أول مرة تنشرين فيها صورتك. الحين اللي ما كان يعرف بيعرف، وإن طلعت على الشارع بيقولون شوفوا شوفوا هذا أخوها. لا والله، لا يكون مسوي لك فضيحة وأنا ما أدري. بنات الناس ما ينشرون صورهم بالجرائد. هذه فضيحة، هذه فضيحة. تعرفي شنو يعني فضيحة؟ أنا أستاذة جامعية وما أسمح لك إنك تكلمني بهالأسلوب الهمجي حتى لو كنت أخوي. وبعدين الصورة صورتي وأنا حرة أنشرها ما أنشرها، هالشيء راجع لي. ما حد قال إنك ما حرة، حرة على العين والرأس، لكن إلا في الشيء هذا لا أنت حرة ولا حتى على كيفك. هذا اللي ناقص بعد. خير يا عيال، صوتكم واصل للشارع. سألي بنتك. إيش صاير يا حنان؟ سألي ولدك يا أمي. إيش صاير بينك وبين أختك؟ آن الأوان أن يقر المجتمع بحقوق المرأة وأن يفسح أمامها المجال للانطلاق في كافة ميادين الحياة. الأسرة تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، وأنا من واقع دوري سأناضل من أجل قضية المرأة ومن أجل إنصاف المرأة. هذه المسؤولية لن أتخلى عنها أبداً. عطينا الرموت. عمي ليش ما قلت انك جايب فوق؟ عطيني الرموت، ما اريد اشوف هالبرنامج انا. ليش غيرت القناة؟ ما احب هالبرنامج ولا احب الشخص اللي مستضيفين. بس انا احب هالبرنامج واحب اتابع هالشخص. ما تعرفه من يكون؟ اسمه الكاتب زيد. دقائق ان شاء الله. ومن ان شاء الله يطلع هذا الكاتب زيد؟ انا اللي بخاف. طبعا ما تعرفه. مهما تكلم ما راح تفهم. لا انت ولا هو، الجماعه فوق كلهم ربعنا. انا اللي بخلص المعامله. لا حبيبي، انا اللي صايدنا ابراهيم. وانا اللي خلص المعامله. ايش صاير بينك وبين اختك؟ حصل له على النبي. بعدين امي بعدين. انا صايدنا قبل. الله يهديكم. ابراهيم احط لي البرنامج مع الطبخ. تضاربون عليها الحين؟ حط الشيف زيد. من بعد يطلع هذا الشيف زيد؟ مهما اقول ما حسد يا جماعه. مراد زعبوب، انا خلص معاملك. مراد زعبوب اللي حد عزيزتي حنان، أنا ما أخفي عليك أني معجب فيك ومعجب في مقالاتك وكتاباتك، وأعتقد أنه في أشياء كثيرة مشتركة بيننا. اهتماماتنا واحدة وميولنا واحد، لذلك إذا ما كان يزعلك أنا أعرض عليك الزواج. بصراحة زيد ما أدري إيش أقول لك، أنت فاجأتني. لا، لازم تحددين علشان أشوف نفسي هل أستمر في الموضوع أو أوقف. بصراحة أنت ريال والنعم فيك،
ودرجة عالية من الثقافة والأخلاق، والأهم من هذا أنك مناصر لقضايا المرأة ومؤمن بفكرها. أعتقد ما بي أكثر من هالشيء. أكثر أفهم أنك موافقة. ما ادري، احس في شغله غريبه كذا، ما ادري اذا كنت غلطان يا ريت تصحح لي. يعني شغله غريبه مثل ايش يعني؟ ممكن توضح لي؟ يعني احس كاني شخص غير مرغوب فيه وان زيارتي غير مرحب فيها. يعني تبى الصدق من دون زعل؟ يا ريت، هو في احسن من الصدق؟ كتاباتك هذه ما أطيقها خير شر. حسب كتاباتك هذه أنت تحرض الحريم خصوصا على أهاليهم، وتوقع أن الشيء هذا ما يجوز. أخ إبراهيم، يعني أنا أحترم وجهة نظرك، لكن أنا الآن الله يسلمك يعني مو في الجريدة ولا كاتب، أنا الآن شخص عادي جاي يخطب. بس أختي مخطوبة للأسف، يعني ما في أي نصيب. لا أنا عارف، أنا عارف أنه في شخص تقدم لها، لكن إحنا الحين في القرن 21، يعني المرأة هي اللي تقرر من تريد ومن ما تريد. هذه خصوصيات الأهل، وأتوقع أن المفروض ما تتدخل فيها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك فيك. أحسنت يا مرحبا. شكرا. استريح. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يعني ما شاء الله يا ولدي جاي تخطب، لكن وين أمك؟ وين أبوك؟ الأصول أصول. عداك العيب يا الوالدة، لكن أبوي وأمي الله يرحمهم ماتوا من فترة، وأنا ريال وأخطب لنفسي. يعني الله يرحمهم، لكن لا عم لا خال لا ولد عم. أعتقد الوالدة يعني هذه الشكليات، يعني لا تقدم ولا تأخر. شكليات هي. على العموم خلينا احنا نسأل البنت ونشوف شو رأيها، وتوقع ان الشيء هذا من حقنا بعد، ولا الشيء هذا بعد تعتبره من الشكليات اللي لا تودي ولا تجيب. الثقافة الفاعلة تنتج المرأة القوية المتميزة، لذلك لابد من التفكير جديا في التحرك للقضاء على النظرة الدونية للأيديولوجيات السلبية التي تحرم المرأة المثقفة من ممارسة حقها الطبيعي في المجتمع، في ظل التحديات التي تحد من تطلعاتها وتحجب عنها في بعض الدول الشرقية المناصب القيادية العليا، استنادا على أفكار وأعراف بالية متحجرة. علوين حبيبي، قلت لك بروح احضر حفل توقيع كتاب نايف سليمان. انا قلت لك بس شكلك انت ما كنت معي، شو اللي شغلك؟ اي ذكرت، لازم تحضرين. يعني حبيبي شو اسوي، ترى مطرشين لي دعوه لازم احضر، متي معي؟
لا لا ما حد وجه لي دعوة. بتأخرين؟ والله ما أدري، على حسب يعني، من تخلص الحفلة إن شاء الله برجع. طيب يعني أتعشى ولا أنتظرك ولا كيف يعني؟ والله شوف، من بتأخر على طول بتصل فيك وبخبرك، أوكي؟ أوكي. يلا باي. على فكرة أستاذة حنان، مكانك الأخير كان له صدى كبير. النقاط التي أثرتيها حركت المياه الراكدة، وطبعا هذا المطلوب. بس تظن الوزارة بترد علينا؟ ما رح نستبعد شيء مثل هذا، بس السؤال، رد الوزارة هل رح يقنع القارئ؟ الله يسلمك. ما شفناك في حفل التدشين. شوي مشغول، مريت قبل شوي بالسيارة فقلت يعني مرة شوف. زين تفضل، ليش واقف عند الباب يعني؟ أنت ما غريب. الله يسلمك، الله يخليك، تسلم، ما تقصر. تفضل تفضل. مبارك، الديوان تأخر في الإصدار، شو السبب؟ والله يا أستاذة، ظروف المرض هي سبب تأخير، لكن الديوان جاء وإن شاء الله عما قريب راح أطبعه. إن شاء الله، بس ها احجز لي نسخة، ولا أقول لك نسختين لي ولزوجي. إن شاء الله وريت. يا ريت أستاذ مبارك ما تحرمنا من وجودك في مثل هذه المناسبات، ما تتصوروا وش كثر فرحت لما شفتك موجود. نايف عزيز على الكل، وأنا متأكدة ما في أحد بالدنيا ما يقدر ما يحضر. صحيح صحيح. إذا سمحت. أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. صحيح. خير إن شاء الله. الحمد لله طيب. الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا. بس حبيت أسألك، اللي واقف جنب الأستاذة حنان هذا ما هو نايف سليمان؟ إيه إيه نايف سليمان. أيوه نايف سليمان. طيب والواقفين معاهم هذا من؟ هذاك شهر مبارك. أهلا. وهذيك الأديبة بسمة. طيب شكرا. حياك الله. اسمح لي. حياك فعليك. اسمح لي. مساء الخير. مساء النور. كيف كان الحفل؟ بصراحة أكثر من رائع، يا ريتك كنت موجود. من كان حاضر؟ كثيرين، أغلب المثقفين موجودين. تعشيت حبيبي؟ إيه تعشيت تعشيت. بالعافية حبيبي. في برنامج زيارة لأوروبا، وطبعا تتضمن الالتقاء بالسفير وزيارة المعالم السياحية والتاريخية، وأكيد في أمسيات ثقافية، وطبعا تم اختيار مجموعة من الكتاب والمثقفين. من الأسماء مثلا معكم في القافلة؟ أسماء كثيرة، ومن ضمنهم أنا. لا 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 لا، حدني وكفاية. كفاية يا حنان كفاية، تضحكين مع هذا وتسولفين مع هذا وتروحين مناسبات، ما قلنا شيء، قلنا ما نتدخل، بس توصلين لمرحلة انك تسافرين اوروبا ومع من؟ مع ناس لا هم من قرايبك ولا هم من اهلك؟ لا لا زملاء. اي بس انت تعرفهم وكلهم من الوسط الثقافي، يعني هذه مو اول مره يسافرون، سنويا يسافرون، انا ما اشوف سبب لرفضك. اذا انت ما تشوفين انا اشوف. اي بس هذه ازدواجيه، انت اللي قاعد تقوله شيء واللي تطبقه شيء ثاني. انا ما اصدق انه يبدر منك شيء من هالنوع. انت اللي طالب بالحرية ومساواة المرأة فجأة تتغير؟ أنا ما تغيرت، أنا ما تغيرت، وجهة نظري ككاتب ما زالت هي، لكن كزوج لا. ما عندنا حريم في العائلة يسافرون بدون أزواجهم، فاهموا ولا لا؟ هذا اللي ناقص بعد.
مساء الخير. مساء النور. جهزي الغداء، تعبان وايد، بروح ابدل ثيابي. زيد، نزلت مقالتي؟ اي مقالة؟ مقالتي يا زيد. ما نزلت. خير يا طير، شو اللي صار يعني؟ ما صار شيء، بس اشوفك هالايام تتهرب، مره مشغول مره ما ادري شنو. شو اللي قاعد يصير؟ المفروض انك توقف معاي وتساندني مثل قبل. شوفي يا بنت الناس، الوضع الحين تغير، انت صرتي زوجتي، يعني المفروض تكونين في البيت وبس، وفي المستقبل ان شاء الله الاولاد. سالفة ان صورك تنزل في الجرايد هاي مسألة خلاص انتهت، فهمتني ولا لا؟ زين انك بديت تصارحني، دام كذي خلاص بتفق مع جريدة ثانية هي اللي تنزل مقالاتي. حتى هذه ما راح اسمح لك فيها، لان قلت لك صورك من اليوم ورايح ما راح تنزل في الجرايد. انت الحين زوجتي لازم تفهمين. ازدواجية أقولها زوجتي تقول لي ازدواجية، هذا اللعب أنا ما فيه. دقايق واطلع المطار. لا كنت اجهز اغراضي. يلا مع السلامة. زيد؟ اي زيد، على وين؟ اعتقد خبرتك وردي سبعتي. بس كذا ما يصير. يصير ونص. أنا زوجك ولي حق عليك، ولما أقول لك لا يعني لا، فاهمة؟ أنا آسفة. شو تقصدين؟ يا أخي على الأقل احترم مكانتي الثقافية، حتى لو كنت زوجتك مو من حقك تمنعني. من حقي ونص. عاجبنك كان بيها، ما عاجبنك ضربي راسك في الحيطة، فاهمة؟ سمعي، احنا ما عندنا بنات يسافرن برا، فاهمة؟ وأنا أقول بسافر يعني بسافر، واللي بتسوي سواه. وانا قلت لك سفر ما فيه، وما عندي حد يعصي امري، فاهمه؟ بلا ادب بلا خرابيط. لا شك أن العولمة هي عملية متعددة الأبعاد، وأدت بدورها إلى تصاعد الانتهاكات ضد المرأة. هذه الانتهاكات سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، وهي من جراء اضمحلال مفهوم دولة الرعاية. ومن هنا أضم صوتي إلى من سبقني في تجديد الدعوة إلى تعزيز حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية، وهي خطوة مهمة في طريق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجتمعاتنا الشرقية التي أصبح لا يعلو فيها صوت على صوت الرجل. ولذلك كما قلت في ندوات سابقة، أنا سأكون مع المرأة ومع حقوق المرأة.